القمامية 21 بين الأهلي والزمالك. مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم من جديد. استاد القاهرة الدولي على موعد يوم الأحد 18 إبريل 2021 والموافق 6 رمضان، وفي تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية، مع لقاء القمة 121 بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة. ينقل اللقاء قناة أون تايم سبورت المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري، ويدير اللقاء الحكم المصري محمود البنا. الزمالك يخوض اللقاء متصدرا لجدول الترتيب برصيد 33 نقطة بواقع 14 مباراة. الأهلي يخوض اللقاء محتلا المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة بواقع 11 مباراة. التشكيل المتوقع للأهلي في القمة: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان، بكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف في خط الدفاع، اليوديانج وعمرو السلية في وسط الملعب، وأمامهم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، ومهاجما محمد شريف. أما التشكيل المتوقع للزمالك في القمة 121 فهو كالتالي: محمود جنش في حراسة المرمى، حازم إمام والونش ومحمود علاء وأحمد فتوح في الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب، وأمامهم شيكابالا وأوباما وأشرف بن شرقي، ومهاجما مروان حمدي. شكرا لكم مشاهدين، دمتم في أمان الله، ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة.